عرفت ليش أنا ما مرتاح لك من البداية؟ مو لأنه أدري بيك قلبك مو على الدولة، ومن جوا لي جوا أنت ويا الجماعة. سولفوا لي شنو جديد؟ البلد حالها ميسر. إيه صح، حالها ميسر، ويا ريت لو تتعاونون يا الدولة حتى نلزم دول الناس اللي قتلون بالعالم. مو أكيد نقدر نكشف القتلة، بس كابينتك دولة الرئيس أصبحت ضعيفة وما حد راح يدعمها، لا الشعب ولا الحركات السياسية. زين شو الحل برأيك؟ سيدي الحل نعين 2-3 من الخبراء مستشارين عندك هنا حتى يساعدوك تتخذ القرارات الصحيحة. ما شاء الله، إنه صاير أنت اللي تنطي الحلول. أنت ما خلت إيدك بإيدينا، وهذا معناه أنك فاقد أهم قوة بالبلد. لا، وفوقاها رد تحاربنا. أنا عندي مقترح، نكتب ورقة تعهد ونوقع كل الأطراف عليها حتى تكون ورقة ضمان للكل. التوقيع ما يصير هنا بهذا المكتب، يصير بالمكتب الخاص وبعيداً عن الإعلام. الموضوع أريده يصير بسرية تامة. أنا أتفق ياك سيدي، مع الأسف مكتبك أصبح كلش مخترق، وأي اتفاقية تصير أو أي حكاية بداخل مكتبك نلقاها بحلق الصحفيين والإعلاميين. وأنا أتعهد لك أنه كل القادة راح يجون يوقعون ياك، وراح يجون بسياراتهم الشخصية، حتى حماياتهم ما راح يجون ياهم. أي هذا خوش مقترح، هذا يجون بدون حماياتهم، لأن أيد الموضوع يصير بدون ما حد يدري بي. زين شفت سيدي، شفت أنا إيش قد أحبك. لا أدري بيك تحبني، أدري بيك، بس ترى أنت ما تجي وياهم. ليش سيدي؟ كيفي، عندي أسبابي الخاصة، أنت ما أريدك تجي وياهم، هاي هي. شكرا سيدي. الو، مساء الخير رنا. هلو جبار، شلونك؟ الحمد لله زينه. الو الو جبار، ترى اللي سويتيه غلط، كان المفروض انه تاخذين رايي ونتفق عليه من البدايه. اي اتفاق؟ اني صحفيه والفيديو انشر لاني يخص اهم شخصيه بالبلد. زين رنا، يعني ما خليت اعتبار للي كان بيناتنا؟ اني هسه دا احكي وياك كرئيس وبس، مو شيء ثاني. بس ترى انا كل شيء اقدر اسوي. اذا تريد تضرني فاني مستعده. يا ما ضريتني، تحب اعدد لك اللي سويت فيه؟ لا انا هسه جاي احكي وياك كمديره قناه، مو اي شيء ثاني. عموما اللي صار صار، واللي راح ما اعتقد يرجع. صحيح والله، ماكو اي حكي يرجع اللي راح، احنا اتطلقنا وخلاص. واني ما دا احكي على طلاقنا، اني دا احكي على الفيديو اللي نشر بعد. خلاص فضلك انتشر غير. لا، اني سالت زوجي، وانت تعرف زوجي رجل قانون ويعرف بهاي التفاصيل، قال لي انشري ما عليكم اي مشاكل. هسه انت مرتاحه؟ طبعا مرتاحه ويا اكرم. انا ما اجي احكي عن زواجك باكرم. انت مرتاحه من نشرت الفيديو؟ مرتاح ضميرك؟ جبار خلينا ننهي المكالمه، لان واحدنا مدى يعرف يفتهم على الثاني ومدى نعرف شو نريد. مو غريبه، هاي الصفه من زمان عندك. مع السلامة. مع السلامة. وأرجع وأقول لك أنا مرتاحة ويا أكرم. وأنا ما مرتاح، أنا ما مرتاح رنا. شايل هم بلد كامل على راسي، وكل حزب يجر من صفحة، وأنت خوت عرفين لين من عندهم، عندك حزب حالك من حاله. الحزب ماتي منضبط، حزب صغير لا مشارك بحكومة ولا عنده سلاح ولا مخلي جيبه فلوس من الدولة. بعدين أنا بحزبي وبقناتي أقدر أمشي صح. يعني أنا اللي ماشي غلط؟ أنا جاي أحاول أدير بلد كامل صح. يا ريتك تقدر. مع السلامة. بطلوا بطلوا عين. تفضل. شنو هي هاي القاعة راح نقعد بيها؟ ما أعرف أستاذ، يمكن بالمكتب الخاص. يمكن؟
روح شوف لنا اياها بسرعه. بس اشوفها وارجع. ثواني.